بثنا في هذا المساء. شوط خاص بالجعدان اللي قايل مهجنات الأصايل تنطلق دفعة أخرى بتنافسية مميزة في أرضية هذا الميدان، والكل دائما مشاهدينا الأعزاء طامعا بالفوز بالمركز الأول وطامعا بالانتصار وتقديم أفضل صورة في ختام حصد النقاط لهذه الشعارات المختلفة. أرحب بحضراتكم جميعا عبر القنوات الناقلة لهذا السباق وأتابع البداية وأسير إلى المركز الأول. نقترب من الصدارة ونشاهد المركز الأول شاهين لزايد بن مطر بن ضابط الدوسري، هو الآن من يتقدم على المركز الأول ويقدم هذا الأداء وهذا الانفراد. بينما المركز الثاني شعار بن خصيبة الآن يتدخل مع الأسد، خميس بن محمد بن خلفان بن خصيبة الظاهري، هنا ينتقل المشاهدين الكرام المبتكر من يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث نشاهد أمام حضراتكم، نشاهد المركز الثالث ونشوف مهاوش تعود ملكية الشليويح بن حمد بن شليويح العامري يتابع إلى المركز الثالث. نشاهد المركز الثالث عند بن شليويح، بينما رابع المراكز هنا يتقدم نجران لمطر انصيبان لمطر بن محمد بن سالم الاجتبي. أيها الحفل الكريم، هو الآن من يتواجد وينطلق نحو المركز الرابع. المركز الخامس وصل متعب، متعب وصل لأحمد بن علي بن واصل اجتبي، يصل في هذه اللحظات وينطلق إلى المركز الخامس، إلى الخامس في هذه اللحظة. بينما المركز السادس نشاهد المركز السادس، المركز السادس مشاهدينا الأعزاء محمد بن علي بن مبارك المري يقدم راهي، والمركز السابع يتقدم مايهاب لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. أما المركز الثامن تقدم الآن تعويض، ومتى التعويض يا الغفلي؟ يا جمال بن راشد بشاوي الغفلي الآن يأتي مشاهدينا الكرام من خلال تعويض في هذا الشوط. بينما المركز التاسع وصل الخوف لعبد العزيز بن سالم المري يحمل رقم 14 وأكيد مع سر في هذا الرقم. أما المركز العاشر هنا يأتي شعار بن قاشوط ويقدم لنا صريح لمحمد بن سهيل بن علي المزروعي. هكذا هي الأسماء الخمسة المراكز، هكذا هي الأسماء المنطلقة مشاهدينا الأعزاء. 10 أسماء أذعناها على حضراتكم في هذا النداء الأول، 10 تنطلق وتسير وتبحر بالناموس في هذا المساء مع مساء اللقاية. لقاية مشاهدينا الكرام، النخبة التي جمعتنا بكم في هذه الأمسية، الكل يتقدم، الكل مشاهدينا الأعزاء دائما في الانتظار. الله، الكل متعلق بالآمال، دام عندك سبوق هنا في أرضية الميدان. نتابع المركز الأول، أعود بالصدارة ونشاهد الآن شاهين زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، هو الآن من ينطلق على المركز الأول في صدارة هذا الشوط. الله 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 يا شاهين، هو حتى الآن فارض سيطرته وفارض احترامه على الجميع، يتقدم حتى لحظات هذا الشوط في بدايته والمركز الأول يموت ويحيابه. أما المركز الثاني وصل شليويح بن حمد بن شليويح العامري، وصل في المركز الثاني، ويلا يا مهاوش يلا يا مهاوش، نبغي مهاوشة، نبغي تحية، نبغي هنا في هذا اللقاء المميز مع الشعار الأولمبي. المركز الثاني، المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام الصيبان من يحتل المركز الثالث، وتعود ملكية مطر بن محمد بن سالم الاجتبي ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع تغييرات الآن، وصل راهي محمد بن علي بن مبارك الكاموخ المري، وصل الآن خذ المركز الرابع، المركز الرابع. نشوف الخامس الآن، الخامس شعار بن خصيبة، لكن يتدخل أحمد بن علي بن واس ويتدخل مع متعب إلى المركز الخامس. المركز السادس وصل عبد العزيز بن سالم المري، المري واصل هنا عبد العزيز على المركز السادس، وشعار بن رشيد يتقدم، محمد بن سلطان بن رشيد الطوير واصل إلى المركز الخامس. مشاهدينا الأعزاء، شوط مليء بالإثارة، شوط مليء بالتغييرات المستمرة، ولكن نعود إلى المركز الأول. المركز الأول وراهي، الله
خلاص خذ المركز الأول، خذ الصدارة مع الكيلو الأخير، الكيلو الأخير إذا المشاهدين الأعزاء، وراهي في المركز الأول هو المسيطر حتى اللحظة، راهي محمد بن علي المري في صدارة الشوط، يا سلام يقود المسار حتى الآن بدون أي تعليمات وبدون أي توجيهات، الله مساره مسار صحيح بدون أي تعليمات، هو على صدارة الشوط حتى هذه اللحظة، ما استخدم الطاقة الأخرى، استخدم طاقة الآلي لم يستخدمها حتى اللحظة، ونتمنى لك التوفيق. الخمسمائة متر الأخيرة لكنه منفرد بصدارة الشوط، بصدارة الشوط كالعادة، الله يا راهي متعب في المركز الثاني أحمد بن علي بن واز، ولكن خلاص راهي قفل على السيارة، قفل على السيارة، والآلي بعدها محنط، بعدها محنط الآلي، الله موتوا الآلي موتوه، فضوا بتريه خلاص، روح روح معاك راهي. محمد بن علي الكاموخة المري في الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام، ها هو ينطلق في الفوز والناموس والانتصار ليحقق لنفسه مع هذا التعويض الجميل، مع انطلاقة الختاميات والمركز الأول، واسعد الله مساكم يا هالي قطر، هكذا هي الانطلاقة. تهانينا محمد بن علي الكاموخة المري على هذا الفوز، المركز على فوز راهي، المركز الثاني متعب لأحمد بن علي بن واس، المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء الكاسمي مطر بن محمد بن دحروي، المركز الرابع تعويض لجمال بن راشد بن شاوي الأخضري، والمركز الخامس، المركز الخامس سياف لسويد بن حزام بن سويد الدوسري. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، كان في هذا الانتصار وهذا التوقيت المميز، التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، نعود للحظات الفوز والانتصار هنا، لحظة تقدم راهي وانتزاع المركز الأول بدون أي تعليمات وأي توجيهات، وبالمناسبة حتى أن انتهى الشوط وهو بدون منافس على الإطلاق بسبع دقائق 39 ثانية، جزئين من الثانية، قدم راهي هذا الإبداع والاستمتاع لكل جماهيره وعشاقه أيها الحبل الكريم في هذا الانطلاق المسائي الجميل، بينما المركز الثاني اللي وصل في هذه الانطلاق بمتعب بتوقيته من 7 دقائق 40 ثانيه 3 أجزاء من الثانيه، احمد بن علي بن واس تهانينا له على الفوز وعلى الناموس والانتصار. اما صاحب المركز الثالث اللي وصل من خلال هذه الانطلاق الكاسبي لمطر بن محمد بن دحروي العامري، 7 دقائق 42 ثانيه 5 أجزاء من الثانيه وتوقيته الزمني لانطلاقته في هذا الشوط. تهانينا لكل الاخوه الفائزين بالانطلاقات العشر مشاهدينا الكرام والمراكز العشر الاولى في هذا السياق.